أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة ميد سبورت حصاد الأسبوع، ونبدأ كالعادة بعرض أبرز العناوين. أفراح وأحزان في ختام الدوريات الكبرى، ضربة قاضية ليوفنتوس من القضاء الإيطالي، ميسي يسلب من رونالدو إنجازا تاريخيا، قطر تضع يدها على 3 أندية عريقة، رسميا برشلونة يودع كامب نو، نابولي يتخلى عن صانع مجده، سجود كريستيانو يثير الجدل، جماهير الريال تهاجم القائد، والأخير يوافق على الرحيل لاتحاد جدة، ليفربول يجهز مفاجأة لمحمد صلاح، صفقة محتملة بين السيتي وسان جيرمان، ريال مدريد يستهدف نجم ليفربول، والمزيد فابقوا معنا. حصاد التوب 5. في ختام البريمير ليج حجز نيوكاسل مركزا مؤهلا لدور أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عام، فيما هبط ليدز يونايتد وليستر سيتي إلى جانب ساوثهامبتون. وفي الليغا تحدد الرباعي المؤهل لذات الأذنين، بينما تأكد هبوط إسبانيول وإلتشي في انتظار الجولة الأخيرة. أما في الكالتشيو حسمت مقاعد الأبطال، فإضافة للبطل نابولي تأهل لاتسيو والإنتر وجاره الميلان مع هبوط كريمونيسي وسامبدوريا. وفي البوندسليغا قبل بايرن ميونخ هدية ماينز الذي فرض التعادل على دورتموند، ليحقق البايرن لقبه 33 والحادي عشر تواليا بفوزه على كولن. أما الثلاثة الهابطين إلى الدرجة الثانية فكانوا هيرتا بيرلين، شالكا وشتوتغارت. نختم مع الليغوان، وهناك بالجولة قبل الأخيرة حسم سان جيرمان اللقب بتعادله مع ستراسبورغ، كما هبط كل من تراوا، أجاكسيو وأنجي. خصم نقاط جديد ليوفنتوس. بشكل رسمي أعلنت المحكمة الرياضية الفيدرالية في إيطاليا خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الكالتشيو بسبب قضايا الفساد المالي، ما أدى لتراجع الفريق إلى المركز السابع وفقدانه الأمل بالتأهل للأبطال. ومن جانبها أصدرت إدارة النادي بيانا رسميا ألمحت فيه إلى إمكانية تقديم استئناف على القرار أمام مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية. إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا. لازلنا مع جنة كرة القدم، ومن يوفنتوس إلى إنتر ميلان الذي احتفظ بلقبه بطلاً لكأس إيطاليا بعد فوزه على فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة النهائية، وهو اللقب 9 للنيراتزوري في تاريخ البطولة. أرقام وجوائز. بعد تسجيله هدفاً في شباك ستراسبورغ، نجح ليونيل ميسي في تجاوز غريمه الأزلي رونالدو، وأصبح الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى ب 496 هدفاً خلال 574 مباراة. وبفوزه بلقب الليغوان مع سان جيرمان، عادل البرغوث إنجاز البرازيلي داني ألفيش كأكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب بواقع 43 بطولة. هذا وأصبح العملاق الباريسي هو أكثر الأندية الفرنسية تتويجاً بالدوري الفرنسي ب 11 لقباً، ليفض الشراكة مع سان تيتيان الذي حقق 10 ألقاب آخرها عام 1981. ننتقل إلى إنجلترا، فبعد حصوله على جائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين، توج النرويجي هالاند بجائزة أفضل لاعب في الموسم المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز أيضاً بجائزة أفضل لاعب شاب ليصبح بذلك أول لاعب في تاريخ المسابقة يجمع بين الجائزتين معاً. جدل. أشعل البرتغالي رونالدو وسائل التواصل الاجتماعي عقب تسجيله هدف فوز النصر على الشباب مؤخرا بعدما احتفل بالسجود بين زملائه في واقعة أثارت جدلا وسط تأويلات عديد الصحف بشأن مقاصد اللاعب، وما إذا كان يقصد إرضاء المشجعين السعوديين الحاضرين أم أنه تعمد بعث رسائل أخرى. هذا ولا تزال واقعة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور في مباراة فالنسيا تلقي بظلالها على الساحة الكروية في إسبانيا مع بعض التداعيات، إذ قررت رابطة الليغا إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها البرازيلي في اللقاء، كما تقرر إغلاق المدرج الجنوبي لملعب ميستايا ل5 مباريات مع تغريم فالنسيا ب45,000 يورو، وتم إلقاء القبض على المتورطين في توجيه العبارات العنصرية تجاه اللاعب، في وقت دعم فيه نجوم الميرينغي زميلهم بارتداء قميص عليه رقمه قبل المباراة أمام رايو فايكانو
وقامت الجماهير بتحيته بالدقيقة 20، كما قدم رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس اعتذاره للاعب، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة له في تصريحاته عقب الواقعة التي قال خلالها أنه يجب على فيني تثقيف نفسه جيداً بدلاً من انتقاد الليغا. ولازلنا مع ريال مدريد، حيث شنت بعض جماهير الفريق هجوماً على بنزيما بحجة عدم قيامه بدوره كقائد على أكمل وجه. فبعد خروجه أولاً من الملعب بعد الخسارة أمام السيتي، ثم العودة لاحقاً لتحية الجماهير، ثم رفض الحديث للإعلام، جاءت واقعة العنصرية ضد فينيسيوس لتزيد أسهم الانتقاد له، حيث اتهم بالبرود وعدم التدخل بشكل صارم، كما يتطلب ذلك دوره كقائد للفريق. منوعات. بشكل رسمي تم الإعلان عن إقامة نسخة كأس الخليج العربي 26 في الكويت عام 2024، وفي المباراة التي هزم خلالها مايوركا يكون برشلونة قد لعب رسمياً مباراته الأخيرة على ملعب كامب نو حتى نوفمبر 2024، وذلك بسبب التجديدات، وسينتقل النادي إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. وعلى غرار سيتي جروب، تسعى شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة لباريس سان جيرمان لتوسيع رقعتها، ووفقاً لموقع جلوبو إي سبورتي البرازيلي، اجتازت المؤسسة المراحل الأولية في طريقها للاستحواذ على نادي سانتوس، ودخلت في مرحلة الاطلاع على المستندات الخاصة بالنادي، كما أكدت تقارير أخرى أنها تقدمت أيضاً في المفاوضات من أجل الاستحواذ على نادي سامدوريا، وذلك بالشراكة مع أندريا رادريزاني رئيس ليدز يونايتد الذي سيحصل على حصة الأغلبية. ومن جانبها لا تمانع شركة قطر للاستثمارات الرياضية الاستثمار في نادي ليدز يونايتد كذلك. في موضوع آخر، أكدت بعض الأخبار تفاوض نابولي مع الإسباني لويس إنريكي لتعويض سباليتي الذي أكد رئيس النادي دي لورينتيس رحيله بسبب خلاف بين الرجلين حسب تقارير إيطالية. كما أعلن بايرن ميونخ إقالة الثنائي أوليفر كان الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي من منصبهما، مع تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي يان كريستيان دريسن كخليفة لأوليفر كان في منصب الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد بديل حميديتش في الفترة المقبلة. جديد أخبار الانتقالات. بعد سيرجيو بوسكيتس، أعلن جوردي ألبا رحيله عن برشلونة هذا الصيف بعد تسوية عقده بالتراضي، وتؤكد صحيفة موندو ديبورتيفو أن ماركو أسينسيو قرر الرحيل هو الآخر عن ريال مدريد بنهاية عقده هذا الصيف، وسط أخبار تشير إلى اقترابه من سان جيرمان. كما أكدت الصحيفة نفسها أن البرتغالي رونالدو يريد مغادرة النصر والعودة لأوروبا بالموسم المقبل. هذا وأعلن الإسباني إنييستا رحيله عن فيسيل كوبي الياباني بعد غيابه لفترة طويلة الموسم الماضي بسبب الإصابة، إضافة لخروجه من مخططات مدرب الفريق، لكنه أكد نيته بالاستمرار مع فريق آخر رافضا فكرة الاعتزال. في المقابل أعلن أرسنال تجديد عقد ساكا حتى صيف 2027. كما ذكر الصحفي الموثوق أكرام كونور أن ليفربول يرغب في بقاء محمد صلاح لأطول فترة ممكنة، حيث يجهز لتمديد عقده عامين إضافيين حتى صيف 2027. وبحسب الصحفي الإنجليزي نيل جونز، ترغب إدارة ريدز أيضاً في ضم المغربي نايف أكرد. وفي خبر آخر، أشارت صحيفة ميرور إلى أن غوارديولا عقد اجتماعاً مع إدارة السيتي وطلب التعاقد مع ثلاث لاعبين، وهم جوليو إنسيزو مهاجم برايتون، زميله ماك ألستر، وغوارديول مدافع لايبزيغ. في حين أكدت صحيفة ليكيب أن باريس واليونايتد فتحا المحادثات حول انتقال محتمل لنوار إلى أولد ترافورد. وفي ظل المؤشرات حول رغبة كيميش بالرحيل واهتمام السيتي، تواردت أخبار عن اهتمام قوي بين بايرن ميونخ بضم جوليان ألفاريز، ما يرجح الوصول لصفقة تبادلية. كما أثيرت أنباء أخرى عن اتفاق مدافع الفريق لوكاس هيرنانديز مع سان جيرمان على الشروط الشخصية في انتظار اتفاق الناديين. ومن صحيفة ليكيب أيضا، يقترب النادي الباريسي من حسم تعاقده مع لاعب الوسط الأوروغوياني مانويل أورغارتي بقيمة 60 مليون يورو قادما من سبورتينغ لشبونة، بينما أفاد ديلي ميل أن ريال مدريد وضع روبرتسون ضمن أهدافه لتدعيم مركز الظهير الأيسر. وتحدثت ماركا عن موافقة الفرنسي بنزيما على الانتقال لاتحاد جدة هذا الصيف.